Ustadzilmu rahimakumullah, silahkan dilihat samping kiri kanannya, ditoleh samping kiri kanan, rapatkan, luruskan supaya sholat Id kita berjalan dengan khidmat dan penuh dengan khusyuan. Ukurannya bukan sajadah masing-masing ya, sajadahnya disatukan kemudian dipakai bersama, sambung satu-satu. Kemudian juga mohon alat komunikasinya dimatikan sejak sementara waktu. Selama pelaksanaan sholat Id diharapkan handphone dinonaktifkan dulu di mode pesawat ya. Sholat Id insyaallah akan kita lakukan 2 rakaat dengan takbiratul ihram pertama 7 kali takbir dan rakaat kedua 5 kali takbir. Kita mulai ya. Bismillah. Ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Istiqimu rahimakumullah. سوى اعتدلوا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي
يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله فإنك غفور رحيم
بواد 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 غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله